هم السوبر سايز ما يعرفوش، هم يعرفوا بس السمول خد بالك والميديا، ما شافوش الاحجام الكبيره يعني. يعني الاهلي يا كابتن لا يقدر، تمام؟ صحيح. ولا يقاس. يعني انت بتتكلم على فرقه ونادي تاريخ كبير جدا جدا جدا. واضح واضح الناس اللي بتتكلم لا هي مذاكره تاريخ، ولا واضح ان هي يعني اخرهم كان نحو 100. ده الاول بيلعب الرابع يا كابتن. استنى بس، ده بص ده مين اللي قال؟ ما اسمعش كلام. انت النهارده انت مش في تاريخ يا كابتن. صحيح. انت النهارده مش في جوجل بتعمل سيرش تجيب مين الاحسن وتجيب مين الافضل ومين الاول ومين الثاني ومين الثالث ومين صاحب الانجازات. احنا قصه انك يعني خدهم بالصوت دي خلاص ما بطلت. هات واحد النهارده في كي جي 2 مثلا، بلاش لسه مولود عن في كي جي 1، واعمل سيرش كده قول له تاريخ الاهلي والزمالك والتاريخ الاسماعيلي والفرق يعني وريال مدريد وبرشلونه، يعمل سيرش هيجيب لك كل حاجه ويطلع لك الحاجات. محدش بقى النهارده يقتنع بالصوت العالي. الصوت العالي ده مش بتاعنا احنا النهارده، ناس منفذين، ناس بنشتغل في الملعب، ناس بنعرف نجيب بطولات برجلينا. صحيح. بعرقنا، بامكانياتنا، بقدراتنا، بتاريخنا. ناس عندنا تاريخ كبير جدا جدا جدا، عشان حد يحصله محتاج يعني عشرات السنين عشان تجيب تاريخ النادي الاهلي في البطولات وتحصله بجد عشرات السنين. صحيح. انا مش بقول كلام مجازا يعني. النهارده لما يبقى انت واحد ورا اثنين كام بطوله؟ 43. كم 43 بطوله اعتقد في الدوري؟ 14. انت والفرق لا يا كابتن، لا بيتكلم على بطولات النادي الاهلي في الدوري. الدوري 42 42 بطوله، والتحقيق القريب 14. يعني بتتكلم يعني في عشرات السنين عشان خاطر يعني عشرات السنين انت ما بتاخدش بطوله واحده بس، هو يبتدي يحصلك اللي تحتيك يعني. فالنهارده يا جماعه لا، الامور مختلفه تماما 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 تماما. ما ينفعش تعمل مقارنه ما بيني وما بينك. صحيح. المقارنه بعيده جدا كابتن عين. المقارنات في الحته دي يا جماعه بعيده، ما تخلوناش نتكلم. صحيح. تمام. يعني كناس بقى جمهور وكمحبين، تمام، لان انت بتوصلنا، انتوا اللي بتوصلونا الحته دي. لو هنتكلم كناس محبين وجمهور، لا يا عم انت بتتكلم، انت ما ينفعش اصلا تحط اسمك جنب كلمني. مظبوط. ما ينفعش. عارف انت زي يعني كارت الفرح كده لما تيجي تبع الدواء، فحط الرئيس في حته والعروسه في حته ثانيه خالص. الوضع مختلف. النسب مش مشرف. قصدي كلمك جد والله. الموضوع مختلف جدا يا كابتن عين. فما ينفعش ما تجرجرنيش الحته دي. ما توصلنيش ان انا عاملك معامله يعني الملوك للناس اللي تحت. لا ما توصلش الحته دي. دايما اتكلم في الكوره، واتكلم في الوقت اللي احنا بنشتغل فيه في الوقت الحالي عشان نعرف نتكلم كفنيات. ما توصلش ان احنا نتكلم كجمهور عشان ما تزعلش يعني.